دلوقتي جه معادنا مشاهدينا الكرام مع آخر فقراتنا في هذا الصباح، مع جولة في أبرز عناوين الصحف المصرية والمجلات الصادرة اليوم. واللي بينورنا في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الأستاذ وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ وائل، منورنا في هذا الصباح. أهلا بيك وأهلا بيك أستاذ سارة وأهلا بكل المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. أهلا صباح قبل ما نبدأ اسمح لنا نشوف مع حضرتك ونستعرض العناوين التي صدرت ونرجع تاني نعلق عليها. مشاهدينا هنبدأ بمجلة روزا اليوسف واحتفائها بعشر سنوات على ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو، ونقرأ منها عنوان 3 يوليو عشر سنوات على قرار أنقذ وطنا بإرادة شعب. حضرتك شايف إزاي ما مثلته ثورة 30 يونيو من نقطة فاصلة في تاريخ مصر ومعقبة طبعا في بيان 3 يوليو؟ في الحقيقة يعني مش أنا بس اللي شايف، يعني كل العالم شايف أثر هذا اليوم الفارق في تاريخ مصر، مش بس على المستوى السياسي، كمان على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الفكري كمان، لأن ربما يتشابه هذا اليوم مع أيام أخرى مجيدة في حياة الشعب المصري زي يوم 6 أكتوبر أو يوم 23 يوليو أو يوم أي يوم من أيام الثورات المجيدة. لكن الفرق الكبير جدا جدا في هذا اليوم أنه بس ما كانش ثورة على النظام، ده كان ثورة على النظام وكان ثورة على فكر، وكان بداية وإعلان استرداد وطن. بالضبط، بداية وإعلان لتدشين مرحلة مهمة جدا جدا من وقف، وده المهم بالنسبة لي أنا كواحد يعني باص في التاريخ، وقف هذا المد الكبير للتطرف والفكر المتطرف من عقول ووجدان الناس. ده الفرق الكبير، لأن احنا ربما نغير وجه الحكم لكن يظل الجسد الدولة يحوي تطرف، أو يظل عقول بعض الناس مليانة بالتطرف أو بالنزوع إلى هذا الاتجاه غير المحمود. فاليوم ده بالنسبة لي هو يوم مجيد، لأنه يوم عميق الأثر سواء على المستوى الخارجي أو على المستوى الداخلي. والجميل في الموضوع أن حضرتك لو تتابع العالم كله مش مصر بس، كان في قبل 3 يوليو كان في نزوع
لليمين بشكل عام، نزوع للتطرف بشكل عام حقيقي في دول مختلفة، دول مختلفة في المنطقة، كان في ميل للتطرف، ميل للتيار اليميني الرجعي، كمان كان في رد فعل كبير جدا جدا من الأنظمة في الغرب، كان اليمين بيعلى فيها اللي هو مناهض كمان لليمين اللي هنا، لأن هنا في تطرف، فلازم هناك دعوات التطرف اللي هناك بتكتسب مصداقية، يعني يعني هنا في يمين إسلامي متطرف يبقى فيها هناك يمين مسيحي متطرف أو يمين أوروبي عنصري متطرف. فكان بنشوف العالم كله داخل في موجة صراع وصدام كبيرة جدا. جه 3/7 وجه 30 يونيو وقفت هذا المد الكبير جدا جدا، والعالم بدأ يستقر تاني وبدأ موجات الاعتدال تظهر في العالم كله. فأنا بالنسبة لي إن هذا هو اليوم العظيم الفارق، مش بس في تاريخ مصر ده، بس ده كمان فارق في تاريخ المنطقة والمحيط الإقليمي بتاعنا. تحليل ورؤية منطقية جدا أستاذ وائل، وإحنا بنفكر مع حضرتك كده كان في تغييرات كثيرة يعني تسببت فيها ثورة 30 من يونيو في قطاعات عديدة، منها قطاع الصحة، ويمكن هو ده العنوان اللي هنروح له في صحيفة أخبار اليوم، فيها عنوان تقديم 456,500 خدمة في 100 يوم صحة. من الدستور أيضا هنقرأ عنوان 100 يوم صحة في أسبوع، ملايين الخدمات الطبية مجانا للمواطنين بتوجيهات من الرئيس السيسي. شايف حضرتك أهمية هذه المبادرة وما تقدمه من خدمات للمواطنين، خصوصا أن كان في مبادرات عديدة صحية قبل ذلك، وهذه المبادرة تعتبر شاملة إلى حد كبير وموجهة للمواطنين في كل قطاع الجمهورية؟ بص، في الحقيقة أنا شايف أن مثل هذه المبادرة وغيرها كتير هي ده يعني من أحد بصمات دولة 30 يونيو الكبيرة جدا، فعلا اللي بتنقل فكرة الدولة من الدولة المنظمة، أي دولة هي دولة بتنظم الخدمات أو بتنظم الحقوق، للدولة الراعية، الدولة التي ترعى الشعب، بمعنى أن أنا مش بس بوفر خدمة في مستشفى أو خدمة في مدرسة أو خدمة في أي منطقة تانية أو في أي منفذ خدمات، لا ده أنا مهموم بالموضوع، عندي هم، عندي شغف أن أنا أشوف صحة المصريين أفضل، عندي شغف أن أشوف صحة المرأة أفضل، عندي خطة واضحة بالظبط، عندي شغف أن يبقى عندي قاعدة بيانات في المشروع العظيم اللي كان السابق على كده اللي هو 100 مليون صحة، عندي قاعدة بيانات لكل المصريين عشان أشوف فين مواطن الداء وأبدأ أعالجها. هذا الشغف ما بي أو هذا السعي الجديد للدولة الراعية التي ترعى الشعب، ده يعني لا يمكن أن يتحقق إلا إن كان في حب طبعاً. في حب لهذا الشعب، فده يعني أحد مظاهر الحب من رأس القيادة السياسية لأفراد الشعب المصري اللي دايما بيتجلى في مثل هذه المبادرات. وطبعا يعني نتمنى ان كل يوم يبقى في مبادره طيب عظيمه زي دي. احنا لسه بنتكلم عن المبادرات الصحيه، ونقرا من الوطن ملف عنوانه امراض العصر حلول ومواجهه، المبادرات الصحيه قللت من خطورتها. حضرتك شايف ازاي تحول مصر من المعاناه من بعض الامراض زي طبعا فيروس سي على سبيل المثال للقضاء على هذا المرض بشكل كامل تقريبا، واشاده منظمه الصحه العالميه والجهات الدوليه المتخصصه بالمبادرات الصحيه في مصر؟ هنا الفرق بالنسبة لي هنا في الموضوع هو في الإرادة. الإرادة أنا بشعر دائما أن الرئيس السيسي لما بيخوض معركة كبيرة زي معركة صحة المصريين بيخوضها بروح المقاتل، هو دخل معركة لينتصر وليجهز على الخصم، سواء كان هذا المعركة حرب على الإرهاب أو حرب على فيروس سي. عجبني قوي تعبير حضرتك شوت كيل، يعني هو داخل عشان يصيب الهدف، داخل يصيب الهدف. فعشان كده هنشوف مبادرة زي فيروس سي كنا يعني وصلنا لصفر يعني إصابات. قبلها حضرتك بس يعني احنا من زمان جدا بنتابع الموضوع، بنتوجع وبنبكي وملايين مصابين وعشرات الآلاف بيموتوا، كل بيت في مأساة فعلا. فدخلنا هذه المعركة والحمد لله انتصرنا، دخلنا معركة العشوائيات والحمد لله بننتصر، ملايين المعارك أو عشرات المعارك اللي بنخشها عشان تحقق الفايدة لملايين البشر بدون أي أضرار جانبية، فده الروح هي اللي بتفرق في الموضوع.
طيب يمكن زي ما حضرتك ذكرت كده أي معارك هي بتحتاج طبعا إرادة قوية وبتحتاج عزيمة شديدة جدا وبتحتاج أيضا تمويل، والتمويل هنا بيحتاج إلى اقتصاد قوي وإلى استثمارات أيضا موجودة. ده اللي هننتقل إليه في جريدة اليوم السابع تحت عنوان بشهادة التقارير الدولية، مصر وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. أيضا في جريدة الوطن هنقرأ منها عنوان الأمم المتحدة، مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا عام 2022. تعليق حضرتك على الخطوات اللي اتخذتها أجهزة الدولة للعمل على الدعم الاقتصاد الوطني مع جذب الاستثمارات الأجنبية أيضا يا أستاذ وائل؟ بص أنا أقول لحضرتك حاجة، هذه المؤسسات الأجنبية أولا ما بتجاملش حد، ثانيا هي ما بتتعاملش معاك بملف، يعني ملف ملف، هي ما بتشوفش الاستثمارات، هي أو طبعا الاستثمار هو مؤشر الرئيسي في النهاية، لكن المستثمر الأجنبي ده عشان يجي مش هيشو يعني مش هيجي عشان حاجة واحدة بس، هيجي عشان شايف إن في روح بتتغير، عشان في بنية تحتية بتتغير. أنا دايما مشروعات البنية التحتية اللي أنا بقول يعني اللي بنشوفها كلنا وبمزيد من الإعجاب، بقول إن دي مش مشروعات بنية تحتية، دي مشروعات إعادة تأهيل مصر، إعادة يعني إضفاء وجه تستحق مصر لمصر. فكل ده بقى اللي احنا بنشوفه ده من هذه الاشادات او مضاعفه الاستثمارات، احنا في قلب التقرير هتلاقي ان تقريبا الاستثمارات الاجنبيه ضعفت عن السنه اللي فاتت، وترتيب مصر العالمي او ترتيب مصر في افريقيا تقدم، وعربيا برضو تقدم. ده مش نتيجه المعامله بالقطعه، ده نتيجه استقرار سياسي، نتيجه استقرار امني، نتيجه مشروعات بنيه تحتيه عظيمه، نتيجه تسهيلات في الحلول، نتيجة فتح أفاق جديدة في مجالات جديدة للاقتصاد احنا ما كناش نحلم بيها، زي الاقتصاد الأخضر، زي مصانع السيليكون، زي مصانع استخراج المعادن من الرمال السوداء، في أفاق جديدة بتفتح. زي ما تنساش أبدا أبدا الطفرة اللي حصلت من دولة بتتوسل نور الكهرباء لدولة بتنتج وعندها فائض كبير جدا جدا، كل ده بينعكس في مثل هذه الشهادة. من ضمن برضو إنجازات ثورة 30 يونيو طبعا مبادرة حياة كريمة هنتكلم عنها دلوقتي، وننتقل إلى مجلة روز اليوسف ونقرأ من عنوان من التهميش إلى حياة كريمة، حصاد الريف المصري في 10 سنوات. ومن أخبار اليوم نقرأ عنوان بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، دولة الحياة الكريمة تتكفل برعاية المتفوقين. حضرتك شايف إزاي ما قدمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي وصفت بأنها من أهم المبادرات على مستوى العالم في الآونة الأخيرة؟ دي بقى اللي قلنا احنا يعني ان الدولة ساعات تهتم بقطاع زي قطاع الصحة فتعمل حملة كبيرة عليه زي الحملة اللي كنا بنتكلم عنها، او تهتم بقطاع التعليم، او تهتم بقطاع العمل المدني. احنا بنهتم بكل القطاع، احنا بنهتم بحياة متكاملة بالزبط. لمناطق اتحرمت بالفعل، هو هنا التركيز جغرافيا، يعني في يعني بنشوف ان مثلا في عندنا أزمة في قطاع الصحة في مصر فبنعمل لها حل عاجل، لكن هذا الحل العاجل اللي هو القطاع الأفقي للشعب المصري ربما يظلم ناس تانية لأن هم محرومين من أدنى الخدمات. تمام. فلازم يبقى في اهتمام رأسي بالموضوع. مشروع حياة كريمة أتى لي الاهتمام الرأسي، هذه المنطقة يجب أن تطور لتتماشى مع كل الشعب المصري، فده بيحقق لنا العدل، بيحقق لنا المساواة، وبيحقق لنا كمان حاجة مهمة جدا، هو رفع غصة المظلومية من عند قطاعات كبيرة من الشعب المصري في الكرة والنجوع الأشد فقرا والأقل في الخدمات. بيشوفوا ان الدولة يعني عايزة تحطهم على قدم مساواة مع بقية أطراف الشعب، فبيبقى في تصالح جميل مع الوطن بينعكس إيجابيا على إيه؟ الانتماء، رقم واحد، معك حق، العطاء، النظرة للمستقبل بتختلف. فمن هنا أنا شايف إن دي عظمة المشروع الأساسي حقيقي. يمكن كان في تحديات عديدة يا أستاذ وائل وحضرتك بتتحدث، ذكرت برضو بند العشوائيات، ومصر قادت بالفعل في العام يعني قادت بالفعل عفوا على العشوائيات الخطرة، وما زال العمل جاري على العشوائيات غير أو المناطق غير المخططة، ولكن قطاع شهد تطور كبير جدا، القطاع العمراني في مصر. عشان كده هنشوف مع حضرتك في مجلة روز اليوسف هنقرأ منها عنوان المدن الجديدة في 10 سنوات، شرايين التنمية ومستقبل
مستقبل عمراني واعد. شايف حضرتك هذه النهضة التي حققتها الدولة المصرية في قطاع العمران تحديدا من بعد ثورة 30 من يونيو وإعادة البناء بقى والإعمار وبناء المدن الجديدة، كيف تنظر إلى هذه الأمور؟ هو أنا بالنسبة لي مش بس المدن الجديدة، مش بس فتحت شرايين جديدة، هي فتحت شرايين جديدة ودوبت جلطات في الشرايين القديمة. لان احنا انا معجب جدا يعني بحضرتك، الصياغات اللي حضرتك بتستخدمها ما شاء الله يعني معبره وفي الجون زي ما بنقول كده يعني. الله يخليك. لان انت لو تبص في الحقيقه هتلاقي، لو انت تتخيل ان كل هؤلاء السكان اللي في المدن الجديده، مش بس السكان، ده السكان بخدماتهم بسياراتهم بالمدارس بتاعتهم بالطرق بتاعتهم، كل دول كانوا هيبقوا موجودين في 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 مصر. كانت الجلطه ما كانتش اتحولت، او اللي كانت في المدن القديمه دي ما كانتش بقت جلطه، كانت بقت شلل كامل لكل اطراف الباقي. فهنا ازاي تعالج مشكله قديمه اوكي بحل يدوم معاك سنوات كمان. احنا مش بس حلينا مشكله قديمه، مش مثلا عملنا في عندنا منطقه تكدس سكاني في حته فعملنا لها جيب كده بيسرب منه مش حل مؤقت بالظبط. مش عندنا مثلا مشكله في قريه فبنينا على الارض الزراعيه فعملنا مشكله ثانيه، لا احنا وسعنا الشرايين القديمه وفتحنا شرايين جديده. مش بس تعالج المشكله دلوقتي، لا دي تدي افق جديده وتطرح كمان هي حلول على 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 سنوات اكتر بكتير جدا جدا. لما نروح مثلا بالعاصمه 50 60 كيلو لقدام فبندينا مساحه ان احنا ممكن نتوسع من هذه العاصمه ونعمل مناطق تانية مجاوره ليها. لما ننقل العاصمه للعالمين ونشوف اللي بيحصل دلوقتي في الساحل والعالمين، فكل دي شرايين بتتفتح والساحل والعالمين بقى الساحل والعالمين بس الساحل والعالمين وراس الحكمه. بتكلم على عمرانيا الساحل والعالمين وراس الحكمه والضبعه، وهنروح لحد مرسى مطروح. هنا في بلد جديده بتتكون احنا مش واخدين بالنا منها. بالحديث عن العالمين، وفي حدث كلنا مستنيينه طبعا خلال ايام طبعا، مهرجان العالمين الجديده، وننتقل الى جريده الدستور ونقرا منها عنوان مهرجان العالمين: العالم في انتظار اكبر كرنفال ترفيهي على ارض مصر الساحره. ومن اخبار اليوم: مهرجان العالمين الجديد، جوائز ومسابقات ترفيهيه وغنائيه. حضرتك شايف ازاي اهميه المهرجان ده واستضافته في احد المدن الجديده طبعا اللي انشاتها دوله 30 يونيو، المهرجان المنتظر؟ والله بصي خليني اقول لك، انا مثل هذه المهرجانات او مثل هذه الفعاليات الكبيره، انا بشوف ان هي بتعمل حاجتين مهمين جدا جدا. الهدف الاولاني اللي بتحققه ان هي بتفتح افق جديد في منطقه جديده، او منطقه مش جديده، هي منطقه قديمه طبعا، لكن اعيد تقديمها للعالم بالظبط بشكل كبير، فبتفتح لها افق جديد. وفي نفس الوقت بتستعيد مكانه لمصر كانت موجوده. احنا زمان كان الصيف ده شهر المهرجانات لو تفتكروا زمان قوي، مش عارف برضو انتوا يعني كنت عصراء ولا لا، انا عجوز شويه. كان عندنا مهرجان اسمه مهرجان السياحه والتسوق، كان كبير جدا جدا وكان بيشمل ربوع كثيره في مصر، وكان بيعمل في حفلات ومهرجانات. كل ده للاسف كان بيغيب، لكن عوده مصر القويه بمهرجان كبير يليق بها في مكان دلوقتي، انا لسه جاي من هناك وعايز اقول لك مكان كل العالم بيتهافت على التواجد في العالمين، وكل اصدقائنا في الدول العربيه بيتهافتوا. بلد جميله فعلا، في رواج كبير، في حركه كبيره. ناقص نقدم ايه؟ ناقص نقدم وجه مصر الحضاري اللي بيتم من خلال مثل هذه المهرجانات. حقيقي، ويمكن كنا مفتقدين هذه السياحة أو هذا النوع من السياحة، سياحة المهرجانات بالزبط. وهي من مصادر الجذب المهمة جدا، وفيها تعريف فعلا بمدينة العالمين الجديدة بتعبير عن مصر بشكلها الجديد بروح الجمهورية الجديدة، بتأكيد على ريادة مصر لهذا المنطقة بتأكيد. جزيل الشكر لحضرتك، يعني شرفتنا ونورتنا. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ وائل السمري، طبعا رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، ألف شكر مرة تانية لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا ليك وشكرا وصباح الخير على كل المشاهدين. شكرا لحضرتك، ومشاهدينا الكرام ألف شكر لحضراتكم أيضا على حسن المتابعة، لأن بكده بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة مع حضراتكم. وبالتأكيد تحياتي ليك زميلتي العزيزة سارة سيراد. تحياتي ليك يا باسم، وتحياتي أستاذ وائل السامري، وطبعا تحياتنا لزميلتنا جاكلين ماهر. وشكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، واستنونا في حلقة جديدة من هذا الصباح غدا إن شاء الله.